أنه مقيم في جنوب أفريقيا، وقد أعلن اليوم أمس أن الثلاثاء هو أول أيام رمضان، ولكني صمت يوم الاثنين، هل هذا جائز؟ لا مانع إذا كان يبنون، إذا كانوا يبنون على التقويم الفلكي وأنت بنيت على دولة تتراءى الهلال. ويجوز على العموم أن يتبنى شخص الوجهة القائلة بأن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، رأي قوي ورأي الجمهور.